يكلمني ما شاء الله الكبيرة هلا امبارح. Hello guys. Right now putting a powder. Thank you. جواهب العالم من ورا هالفيديو نارين بدها تطبش الدنيا فوق راسي لانه اليوم نحن حابين نعمل رود تريب بخزانة نارين يعني بدنا نقعد ونفتش بكل خزانتها يعني والشيء كله هذا انه انا وانتو بدنا نفوت هيك نمسك بهاللون ونفتح خزانة نارين ونجرب كل قطعة بخزانتها اللي نارين بعمرها ما خلتني ألبسها. وللي عم اسأل انه وين نارين؟ نارين هي لساتها بدبي لسه ما رجعت لهون، فأنا هلا عندي فرصة لحتى آخذ كل خزانته وما رجع. بعرف كثير الكركبة، نارين أبدا ما بتعتني بشو اسمها بخزانتها، بس لو تشوفوا كيف كانت قبل وحياة الله هي نعمة، كانت مقلوبة فوق وتحت، تحت مقلوبة فوقاني تحتاني، لما بين ما السدرة امبارح كانت قاعدة ما بعرف حلت عليها ترتيب الغرفة ورتبت الدخول ما شاء الله رتبت خزانة نارين. كانت عم بدور على تنورة السوداء. شايف هالضرب على عيني هيك رأسا نجربه هاد ولا لا؟ نسألها لنارين تعال نقلة تليفونها قال لها عم بعمل هالفيديو عمل لها هيك نكركب لها اياها نقلبها هيك وبعدين اجيبها ارش عليها بنزين واحرق من فوق لتحت. هذا على فكرة ضرب على راسي بجي عادي شاكيت اصفر كثير حلو جينز يا ايسو حسيت حالي مثل هدول اليو يو يا مثل هالفيلم يعني انا شيرينس بيوري اخت لارينس بيوري وبتجي اخت سدرا عيدوا هالمقطع انا عادة هلا لحالي عم بعمل هالفيديو لحالي اجت الفكرة على راسي لحالي وكمان عم صور هلا لحالي خلاص نزلت غنية شيرين الحان باي شيرين تنغيم باي شيرين كتابة باي شيرين هو شيرين شيرين شيرينس بيوري يا جايز عم تاخذوا الفيلم يلي الي You got this. Oh my god, صار عندي كتير انرجي بهالجاكيت ما هلا اذا بشيله هيك صار هيك عم بصير كل ما البس هالجاكيت عم بشيني الفيلينج الكتير بلبسه بيوم من الايام عادي ما بتحس غيره ما حبيت مو ستايلي اصلا ضرب عيني على هذا الارمي جرين يو نو لا شو ارمي جرين عسكري يا عمو هذا يا هلا الله عارف شو بيعطيني فيلينج هاد ثقيلة بمزح بعرف دمي كتير خفيف يا ليش حسيت عطاني هذا هيك حاسة حالي هلا أنا على الشاطئ عم بسمع صوت العصافير عم بطلع على أشجار خضرة كثيرا أنا ضد الطبيعة بصراحة ما بحب كتير هدول العسكري وهيك شغلات هذا من نمط سدرة بحسه سويا هي بتحب هيك شغلات أنا لا نو كتير بحب المخطط نجرب المخطط لك هاي خنفشارية هاي هيك هاي تبعت البلوزة نارين ما بعرف شو عملت فيها always a dreamer بالله أنا بخليها رجعة أصلا ما فكرة فيها بقى. I need help عطتني احساس صيني احساس اسباني اولي شيلوني من كل هالقطع انا ما كتير حابه خزانة نارين خليها لك نارين مبروك عليكي بس ذكرت انه اجاني 3 قطع لبس من شين هو موقع بتلاقي فيه كل شيء من الساعات للما بعرف شو اصغر شغلات للجاكيتات والجاكيتات كل شيء بتلاقوا فيهم كل شيء سو اجاني 3 قطع مهنيك بصراحه بجننوا هلا حاسلكم اياهم حفرجيكم اياهم موقع شين اذا بتكونوا متابعين قناتي من قبل انا مشتغله معهم من زمان احلى شيء بالشين هن قطعهم السعر كثير رخيص اذا شيء بتشوفيه بالصوره حلو بيجيكي نفس الشيء ما بخيب ظنك ابدا هذا الشيء الحلو انا بحبه بالشين وبصراحه الاسعار ما في احلى من الاسعار يا حبايبي قبل ما ابلش بانه افرجيكم القطع حابه ان اطلب منكم تحملوا تطبيق على تليفوناتكم اللينك للتطبيق هو حيكون تحت بصندوق الوصف وكمان روابط الاغراض وكل شيء كل هالقصص حتلاقوها كلها تم موجوده تحت بصندوق الوصف خلينا نبدل ترا حبايبي شوفوا اول قطعه هي بتجي بلوزه هيك سمبل اوف شولدر انا عشقان اللون هيك احمر فاقع كتير وكمان بيجي مثل انه تربطيها هيك بس
عادي كموديل. مثل ما حكيت لكم هي الكروب توب، فبتيجي هيك من تحت قصيره. انا لابسه شعالة، لا تقدر تلبسيها على اي شيء عالي، بنطلون جينز او اذا بتلبسي شورت فالشورت يكون عالي اذا بدك انه بطنك تبين مثل انا عامله. وبيجي زمه من تحت هون كمان، يعني يو سي هيك يا كل بقت لي ولا سألوني تحت بخط التعليقات. وكمان اللينكات للقطع حيكونوا تحت بصندوق الوصف راسا، وكمان الصفحه للشين حتكون تحت. فيا خلينا نجرب القطعة الثانية. حبايبي هي القطعة الثانية، بيجي فستان بصراحة كتير كيوت، ومن ورا هون في هيك زنبة بس مشان ينشد. أنا لابسة تحته هذا الأبيض لأنه بيجي مفتوح وهو بنزل كمان أكتر. بس إذا هيك بشكل عام بصراحة الفستان بجنن. هات تقدر تفكيه أنت تربطي لحالك. أنا برأيي حسيت إنه الفتحة كانت كبيرة شوي، فإذا أنا حلبسه حشيل هاي الأبيض تحته وبدي بس أرفعه شوي لفوق بحس إنه يكون هيك. ويا شوفوا كتير طالع كيوت. سو بعملكم يا ريكومند. تعرفوا شو انا كمان جربت اعمل؟ انه بس البس هاي واشيل كل هدول واخلطها جوا بحس اعمل بس هاي تنورة. خلينا نجرب هيك. هو بعد ما انه خلطت كل شي جوا بصراحة مبينة مثل تنورة عادية او مبين مثل فستان بس بنفس القطعة، يعني صاروا فستانين بس بنفس القطعة هاي. هل زرت انه تفكون؟ سو انا فكيت هاد اول زر وبعدين خلطت كل شيء. ولما انا قلبت الفستان فهالزمة اللي كانت ورا انه عملت انه تبين كتنورة حقيقية وزمة هيك من ورا. بس الصراحة كتير حلوة. وهي هي اخر قطعة وصلتني من شين، بيجي على نمط شورت وبلوزة من فوق وهيك عليها بابيونة صغيرة. بس تعرفوا شو بنشيلها لانه هاي فيك تحطيها اذا بدك او اذا ما بدك تقدر تشيلها، بس انا بحبها من دونها لانه هيك ما بعرف اربط البابيونات وبتطلع يعني. فهيك هي شكلها من دونها، بتجي اوف شولدر. انا من النوع اللي كتير بحب اللبس الصيفي اللي بيكون سيمبل مثل هالشي، يعني بس هيك بلوزة عادية وشرط عليها، فهذا الشي كتير حلو. فيا حبايبي هاد كان كل الفيديو اللي لبسنا، نخليه لفيديو تاني لانه كتير كتار. بس هالقطع حسيت حالي فيهم يو يو. بس قطع الشين انا هدول كتير حبيتهم. مثل ما حكيت لكم انه الروابط تبع اللبس كله تحت بصندوق الوصف، وكمان الرابط للموقع هو كمان تحت. على فكره الشين هو متواجد بكل العالم، يا مكتوب عندي ب يونايتد ستيتس واللي هن وين هدول امريكا وكشغلات اكيد، بعدين اسبانيا فرنسا روسيا المانيا ايطاليا استراليا، وبعدين كل المناطق العربيه ويا كل هدلون. فيا بتقدروا توصلوا من وين ما انتم كنتوا عايشين. هذا الشيء الحلو كمان فيه. التوصيل من شين بياخذ شيء اسبوع اسبوعين ماكس اسبوعين. فيا هاد كان كل شيء، بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو، وكمان ما تنسوا تشتركوا بالقناه وكمان تعملوا لايك لهالفيديو. وهلا بدي اقول انا بحبكم كثير كثير كثير. باي.